السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم. نرجو من الله جل وعلا أن أجدكم دائما بأحسن حال وبصحة جيدة إن شاء الله. اليوم موضوع جديد الإخوان، الصلاة على النبي، فهي فيها واحد الفوائد كبيرة الإخوان. نحكي لكم قصة مختصرة عن رجل أعمى جاء إلى رسول الله. فإخواني في الله، تريد أن تتزوج أو عليك دين أو مريض أو مهموم أو خايف لأن لا تنجح في الامتحان، أو عندك أي حاجة كيفما كان نوعها وتريد حل هذا الأمر، سوف أعلمك شيء علمه النبي صلى الله عليه وسلم لرجل أعمى الذي جاء يشكو إليه ذهب بصره. أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ ثم يصلي ركعتين ثم يقول: أي بعد السلام، اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد عليه الصلاة والسلام، نبي الرحمة يا محمد، إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى لي. إخواني في الله، جيب واحد الورقة وجيب ستيلو، اكتب هذا الدعاء، أعيد الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد عليه الصلاة والسلام، نبي الرحمة يا محمد، إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى لي. فخرج الأعمى وفعل ما أمره به النبي عليه الصلاة والسلام، ثم عاد بعد وقت يسير إلى المسجد وقد رد الله تعالى عليه بصره كأنه لم يكن به ضر قط. وهذا يرويه الإمام الطبراني بل وصححه. فيا أخي، إن كانت لك حاجة توضأ ثم صلي ركعتين ثم ادعو الله تعالى بهذا الدعاء وانتظر الإجابة دعائك. ادعو الله من قلبك وليس من لسانك، بنية وخشوع أن الله سبحانه وتعالى سوف يستجيب لدعائك. ولا تنسى إخواني في الله أن تشاركوا هذا المقطع مع الجميع لأن يستفيد الكثير، فأجرك عند الله. وإلى هنا إخواني في الله نكتفي بهذا، ونصلي ونسلم على السراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.